الموضوع بتاعنا عن اللور جي اي تي بليدنج والابسكيور جي اي تي بليدنج. اول حاجه نبدا بيها اللي هو اللور جي اي تي بليدنج وهاو تو ابروتش. طيب احنا عندنا الاكيوت لور جي اي تي بليدنج اكاونتس فور نيرلي 20% اوف اول كيسز اوف gastrointestinal بليدنج. بيكون بريزنتيشن بتاعه بهيماتوكيزيا ده الموست كومن بريزنتيشن. ريرلي ممكن يبقى بريزنتد بميلينا لو كان السورس اوف بليدنج من السيكم او الرايت كولون. ممكن برضو الهيماتوكيزيا تكون سببها بريسك اوفر جاسترونتستينال بليدنج. الجايد لاينز اتكلمت عن اللور جي اي تي بليدنج عشان الستادي بيربسز ان هو البليدنج ان هو السورس بتاعه من السيكم لحد الريكتوم. بالنسبه للكوزز هو عندنا في مصر الموست كومن كوز هو الهيمورويدز او البايلز، لكن في الجايد لاينز لان هو كاتب ان الموست كومن كوز هو الدايفرتيكولار ديسيز، ده لان هو دي اليوروبيان جايد لاينز، فهو هناك فعلا الموست كومن هو الدايفرتيكولار بليدنج، لكن عندنا احنا الهيمورويدز. برضو من اسباب البليدنج اللور جي اي تي بليدنج الانال فيشر، الريكتال ألسر، الريكتال برولابس، ممكن حاجه فاسكولار زي الانجكتيزيا، هيريديتري هيموراجيك انجكتيزيا، دلفوي ليجن، الكولايتس باسبابها انفلاماتوري باول ديسيز زي الالسيراتيف كرونز، السكيميك كولايتس ودي كومن في الاولد ايج، انفكشوس كولايتس باسبابها، البوليبس ممكن حاجه ايتروجينيك لو احنا عملنا بوليبيكتومي او اندوسكوبيك ميوكوزال ريسكشن او اندوسكوبيك سب ميوكوزال دايسكشن. ممكن برضو ده دي بناين ديزيزز، ممكن بقى المالجنت زي لو في كولوركتال كانسر او انال كانسر او ميتاستاسيس. طيب انا لو جات لي حاله لور جي اي تي بليدنج هتعامل معاها ازاي؟ اول حاجه ان انا هعمل اسسمنت للسيفيريتي، هاخد هيستوري من المريض اشوف امتى البليدنج بدا، الفيرست ايبيسود امتى اخر مره، اذا كان هيماتوكيزيا ولا ميلينا، هل في اندوسكوبي عمله ريسنت واشوفه ايه يعني كان فايندنج اللي فيه، اذا كان في كوموربيدتس دايابيتس هايبرتنشن كارديو فاسكولار ديسيز، والكارديو فاسكولار ديسيز عندي مهم، بليدنج فروم اذر اورفيسيسز، اذا كان بياخد اي ميديكيشنز تاني زي النون استرويدال، انتي بليتليت، انتي كواجيلانت. بالاكزامينيشن اشوف الفيتال ساينز طبعا الهارت ريت والبلاد بريشر، هعمل تشيست وهارت اكزامينيشن ابدومينال اكزامينيشن، وطبعا ما ننساش الديجيتال ريكتال اكزامينيشن. اللاب تيست عندي زي سي بي سي كواجيليشن تيست، طبعا هنعمل بلاد جروبنج وكروس ماتشنج. طيب انا عندي حاله لور جي اي تي بليدنج، عملت اسسمنت للسيفيريتي، قسمت العيانين عندي هيمودايناميكالي ستيبل وهيمو دايناميكالي انستابل، وعلى اساس كده هتعامل. لو العيان عندي ستيبل، طيب امتى العيان ده اقول ان هو ان انا اكمله الانفستيجيشن بتاعته از ان اوت بيشنت، هو تبعه از ان اوت بيشنت، وامتى اقول لا العيان ده محتاج ادميشن؟ الحقيقه ان الموضوع بيعتمد على الكلينيكال ايفالويشن بتاعي، شوف اذا كان بليدنج سيلف ليميتد. في سكورز اتعملت عشان تساعدنا على كده زي حاجه اسمها اوكلاند سكور، انا لو حسبته ولقيت ان هو اقل من او يساوي 8 ساعتها العيان ده ممكن اعمل له ديستشارج ومانجه از ان اوت بيشنت واكمل له الانفستيجيشن بتاعته از ان اوت بيشنت. ايه هو الاوكلاند سكور؟ الاوكلاند سكور ده سكور بيعتمد على الايج تمام، الجندر، اذا كان في بريفيس ادمشن دو تو لور جي اي تي بليدنج، على الديجيتال ريكتال اكزامينيشن اذا كان في بلود ولا لا، الهارت ريت، السيستوليك بلود بريشر، الهيموجلوبين ليفل، وبجمع البوينتس دي وبشوف اذا كان جمع 8 او اقل فالعيان ده ساعتها مع الكلينيكال ايفالويشن بتاعي ممكن يروح، فساعتها ممكن اروحه ومنجه از ان اوت بيشنت واكمله الانفستيجيشن بتاعته از ان اوت بيشنت. لا لقيته اكتر ساعتها ممكن اعمل له ادميشن. طب انا عملت ادميشن المريض، امتى اقول ان المريض ده محتاج ياخد بلاد ترانسفيوجن وامتى لا؟ والله انا لو ما عنديش هيستوري في كارديو فاسكولار ديسيز فساعتها الهيموجلوبين ثريشولد بتاعي يكون اقل من او يساوي 7، بيكون التارجت بتاعي ان ادي بلاد ترانسفيوجن بيكون التارجت بتاعي من 7 ل 10. طيب انا عندي هيستوري في
كارديوفاسكولار ديزيز ده اكيوت ولا كرونيك، فساعتها الهيموجلوبين ثريشولد بتاعي بيعلى وبيكون اقل من او يساوي 8، ساعتها الهيلدي ترانسفيوجن بيكون التارجت بتاعي يكون الديزايربل بيكون اكتر من او يساوي 10. طيب ايه اول حاجه بعملها عشان اشخص العيان الهيموديناميك الستيبل ده اللي عندي اللي جاي لي بنوع جي اي تي بليدنج؟ هو الكولونوسكوبي. طيب الكولونوسكوبي مش بس بيشخص، الكولونوسكوبي كمان بيساعدني اعالج. زي ايه بالظبط؟ زي مثلا الدايفرتيكولار بليدنج، ممكن نعمل ميكانيكال ثيرابي زي كليبس او بانجلايزيشن، الانجكتيزيا بنعمل لها ارجون، ديليت بوست ريفيكتوم بليدنج ممكن نعمل له برضه ميكانيكال ثيرابي زي الكليبس، او ممكن كونتاكت ثيرمال كواجيليشن، او ممكن لو فشل الاثنين دولت فساعتها نلجا ان احنا نعمل هيموستاتيك توبيكال ثيرابي زي الهيموسبري، ده سكندري تريتمنت. طيب امتى اعمل الكولونوسكوبي؟ الحقيقه ان الاستاديز اختلفت ما بين هل اعمله as early as possible within 24 hours after admission ولا اعمله delayed up to 96 hours. فلقوا ان هو يعني في ستادز قالت لا الايرلي هو الافضل، والستادز الثاني قالت لا ان هو ما فيش significant difference ما بين الاثنين. فبالتالي هو اللي اتفقوا عليه ان هو البيشنت يعمل الكولونوسكوبي during the hospital stay. لكن امتى بالظبط ما حددتوش الجايد لاينز، لان هو ما فيش سترونج ايفيدنس على ان الايرلي هو الافضل. طيب هل ان انا اعمل امبريد سيجمودوسكوبي او كولونوسكوبي هل ده مفيد في عينين اكيد توجهاتي لينك او هل ريكومندد؟ الحقيقه ان الجايد لاينز قالت ان هو نوت ريكومندد الا اذا انا عملت سي تي ولقيت حاجه تفسر لي اللور جي اي تي بليدنج موجوده في السيجمويد موجوده في الريكتم، فساعتها ممكن اعمل السيجمويدوسكوبي. لكن غير كده هو الانبريبت سيجمويدوسكوبي او كولونوسكوبي نوت ريكومند. طيب العيانين اللي فيهم اكيد لور جي اي تي بليدنج واعمل لهم كولونوسكوبي احضرهم ازاي؟ البريبريشن عندي يوزنج لارج فوليوم من 4 ل 6 لتر بولي ايثيلين جليكول بيست سوليوشن. عندي في السوق زي الموفي بريب زي بريباويست. لو العيان عندي انتوليريت الاورال فيلينج زي مثلا لو في عيان في ريبيتد فوميتنج فساعتها ممكن نستخدم ميزو جاستريك تيوب معاها انتي ايميتيك ايجنت. طيب انا كده اهوت خلصت العيان هيموديناميك ستيبل. طبعا لو العيان ان ستيبل طبعا نعمله اول حاجه ريسسيتيشن، بس لازم نعرف ان احنا بالنسبه للانفستيجيشنز انا عندي لازم ابدا بالسي تي انجيوجرافي، هو ده اللي ريكومندد بالجايد لاينز ان هو السي تي انجيوجرافي بيفور اندوسكوبيك اور راديولوجيكال تريتمنت، ده هو اللي ريكومندد تو لوكيت السايت اوف بليد. طيب امتى اعمل انترفينشنال راديولوجي؟ هيفيدني امتى اعمله؟ في حاله الترانسكاستر ارتيريال امبولايزيشن بعمله في حاله الاكيوت بوتنشالي لايف ثريتنينج لوور جاستروانتستينال بليد، سواء كان في العين هيمودايناميكال ان ستيبل ويز اكتيف بليدنج، او في المرضى اللي فيهم بريسك بليدنج نوت امينابل تو اور نوت افكتيفلي تريتد باي اندوسكوبيك انترفنشن. لا انا عارفه عليكم بالاندوسكوبي ولا او عالجتهم والتريتمنت نوت افكتيف. ولقوا في الاستاذ ان افضل ريزلتس من الترانس كاثر ارتيريال امبولايزيشن هي اللي اتعملت وذين 60 مينتس افتر هيموديناميكالي انستابيل. طيب هل لازم اعمل ابر اندوسكوبي؟ احنا قلنا ان الهيماتوكيزيا ممكن يكون سببها بريسك ابر جي اي تي بليدنج. الحقيقه ان هي الجايد لاينز ريكومند ان يتعمل ابر اندوسكوبي في حاله ان انا عملت سي تي انجيو وما تحددش عندي السايت اوف بليدنج. لكن طبعا لو اتحدد السايت اوف بليدنج فعلا كده خلاص السايت اوف بليدنج كان لور كان موجود في الكولون فساعتها خلاص مش هحتاج اعمل ابر. لكن لو انا عملت سي انجيو ما تحددش مكان البليدنج فساعتها اعمل ابر اندوسكوبي. طيب هل ممكن احتاج السيرجري از دايجنوز او از تريتمنت؟ ممكن في الدايجنوزز، بس اذا عملت كل حاجه وما وصلتش لنتيجه، عملت الاندوسكوبيك انترفنشن بتاعي، عملت الراديولوجيكال موداليتيز لكن ما كانش في اي حاجه تفسر لي بليدنج،
وساعتها بيعملوا اكسبلوراتوري لابوراتوري، ممكن يلجأوا ان هم يعملوا كوليكتومي. بالنسبة للتريتمنت، هو ده اللي بتكلم فيه حاليا. التريتمنت ممكن تتعمل اونلي لو اللور جي اي تي بليدنج ديو تو اندرلاينج باثولوجي نوت اميلابل تو اندوسكوبيك اور راديولوجيكال تريتمنت اور اوف ذيس موداليتيز هاف فيلد. يعني برضو انا لو استخدمت الاندوسكوبي وحاولت امنج البليدنج نوت تريتد، او الراديولوجي وعملت ترانس كاستر امبلوجيشن برضو نوت تريتد، او انا اصلا مش قادره اعمل انترفينشنز بتاعتي. طيب هل في اي رول للانتي فايبروتيك ميديكيشنز؟ هو هنا كان بيتكلم على التراميكزاميك اسيد. الحقيقه ان الجايد لاينز نوت ريكومند اليوز ان هو نوت يوزفول. طيب هنلخص الكلام اللي فات ده. لو انا جالي عيان بلور جي اي تي بليدنج، هعمل بليدنج سيفيريتي اسيسمنت، هقسم عيني على اساس من الهيمو ستيبل والهيمو دايناميكلي انستيبل. لو العيان عندي هيمو دايناميكلي انستيبل، فساعتها نعمل له ريسوسيتيشن. السي تي انجيو بيفور اي تريتمنت، كونسيدر ابر اندوسكوبي اكسبت اف سي تي انجيو لوكيتد ذا سايت اوف بليدنج، ريزيرف الامرجنسي لابوراتومي فور بيشنتس اندوسكوبي اند راديولوجي هاف فيلد تو لوكيت ذا بليدنج سايت. التريتمنت عند ترانسكاستر امبولايزيشن از 60 مينتس ذا تايم ريكومندد، كونسيدر السيرجري فور باثولوجي نوت امينابل تو بي تريتد ويز اندوسكوبي او راديولوجي. طيب لو العين عندي ستيبل، كونسيدر اوت بيشنت ايفالويشن لو الاوكلاند سكور اقل من او يساوي 8، لا هعمل بلوت ترانسفيوجن لو الهيموجلوبين عندي اقل من او يساوي 7 والعيان مش كارديو نوت نون تو هاف كارديو فاسكولار ديزيز، تارجت الهيموجلوبين من 7 ل 9. لو الهيموجلوبين عندي اقل من او يساوي 8 في عيان كارديو فاسكولار ديزيز، ساعتها هعمل بلوت ترانسفيوجن والتارجت الهيموجلوبين عندي هيكون اكتر من او يساوي 10. كونسيدر كولونوسكوبي هو الفيرست دايجنوستيك موداليتي، والتريتمنت اللي ممكن استخدمها بالكولونوسكوبي في الدايفرتيكال ريدنج زي الكالكال ثيرابي كليبس او الباند لاجيشن، انجيوكتيزيا بستخدم ارجون بلازما كوجيليشن، الدليل وسط بوليميكتوبي بليدنج ميكانيكال ثيرابي او كونتاكت ثيرمال كوجيليشن او هيموستاتيك توبيكال ايجنتس. طبعا برضو انا ممكن الجا للسيرجري او ترانسكاستر امبلايزيشن لو البليدنج نوت كنترولد او نوت امينابل تو اندوسكوبيك. ندخل بقى على الأوبسكيور جاستروينتستينال بليدنج. أنا عندي السمول باول بليدنج أكونتس فور 5 لـ 10% أوف جاستروينتستينال بليدنج. الجايد لاينز الجديدة سواء الـ ACG جايد لاينز أو الأمريكان سوسايتي فور جاستروينتستينال إندوسكوبي غيرت الترم بتاع أوبسكيور جاستروينتستينال بليدنج وخليته إن هو يبقى اسمه سسبكتد سمول باول بليدنج. واللي أنا ما أقدرش أقول إن العيان ده في suspected small bowel bleeding الا اذا عملنا upper endoscopy colonoscopy including second look endoscopy where appropriate. ال small bowel bleeding ممكن يبقى presented ب overt bleeding، ممكن يبقى occult bleeding او unexplained iron deficiency anemia with or without positive fecal occult blood test. ده لان البليدنج ممكن يبقى intermittent. تمام. طيب انا عندي ايه كوزز؟ الانجيو ديسبليزيا طبعا دي من كومن كوزز اوف سمول باول بليدنج. ممكن حاجه زي الديفوليجن زي حاجه الكرون، حاجه زي مثلا دي بهست ميديكيشن زي النونستيرويد الراديشن سيرجري ميكل ستايك في العين يونج ايج. الجست وده من الموست كومن كوزز برضو، الليمفوما ادينوكارسينوما واذر تيومرز. الانجيو ديسبليزيا موست كومون كوز يعني، وفي برضو سورس بتقول ان الجست هو الموست كومون كوز. الانجيو ديسبليزيا بتكون مور يعني ممكن اتوقعها في عين الكرونيك ديزيز زي الكرونيك فيلير، زي عين الهيباتيك، زي المرضى اللي هم في فالفل هارت ديزيز، زي الاورتيك ستينوزز اولد ايج. ممكن الاقي كمان بليدنج ريكورنت منها، وده بيعتمد على النمبر اوف ليجنز الادفانسد ايج لو عيان مش على انتي كوجولانت ثيرابي. طيب دايجنوزز عندي الاندوسكوبي، ممكن استخدم الاندوسكوبي. ده دكتور ايهاب هيتكلم عنه بالتفصيل في المحاضره الجايه ان شاء الله. تمام. بس يعني هو يعني عايز اقول حاجه بس في اول، هو السكند لوك ابر اندوسكوبي كولونوسكوبي. الجايد لاينز بتقول
ان السكند لوك ابر اندوسكوبي ممكن اعمله يوزنج البوش انتروسكوبي بحيث ان انا اوصل للبروكسيمال بارت اوف جينوم، وانا ابقى كده فحصت الديودينم كلها وبروكسيمال بارت اوف جينوم، وخاصه ان الجزء ده مش بيبان كويس في الكبسول اندوسكوبي. وكرونوسكوبي برضو لو انا هعمل سكند لوك فبرضو ريكومند ان احنا نعمل اليال انتيوبيشن. الفيديو كبسول اندوسكوبي انتروسكوبي دول دكتور ايهاب هيتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل. ايه تاني ممكن استخدمه في الدياجنوزز راديولوجيكال مثلا زي السي تي انتروجرافي؟ الحقيقه السي تي انتروجرافي افضل من الفيديو كبسول اندوسكوبي في ديتكشن اوف سمول باول تيومرز، لكن الفيديو كبسول اندوسكوبي هو الافضل في الديتكشن اوف فاسكولار ليجنز زي الانجيوكتيز. تمام. السي تي انتروجرافي امتى اعمله؟ لو انا سسبكت ان في سمول باول بليدنج ونيجاتيف فيديو كبسول اندوسكوبي، او لو انا عندي كونترا انديكيشن فيديو كبسول اندوسكوبي من الاول زي الاستابليشد اي بي دي زي بريفيوس راديشن ثيرابي بريفيوس سمول باول سيرجري سسبكت سمول باول ستيميز. ايه تاني ممكن استخدمه؟ برضه السي تي انجيوجرافي ده برضه بيتعامل في العيانين الانستيبل زي ما قلنا في اللور جاستروديستمال بليدنج عشان احدد فين ال سايت اوف بليدنج. ممكن برضو بعديها ان انا استخدم ترانس كاثيتر امبولايزيشن. الميكلز سكان ممكن اعمله في عيانين يونج ايج جايين لي ببليدنج وبرضو مفيش سبب يفسر لي البليدنج. هو دوت عباره عن نيوكليار ميديسين سكان بيرفورمد يوزنج فيري سمول اماونت اوف راديو اكتيف ماتيريال تكنيشيوم 99 بتكنيتيد لوكالايز جاستريك نيكوز. طيب التريتمنت عندي في ميديكال تريتمنت، في اندوسكوبيك، في راديولوجيكال، في سيرجيكال تريتمنت. لو انا بليدنج سايت عندي تحدد بالفيديو كبسول اندوسكوبي او الديب اندوسكوبي فساعتها همانج البيشنت ويز اندوسكوبيك ثيرابي اكوردنج للكوز. لكن لو بعد كل الانفستيجيشنز عملتها ما لقيتش ديفينيت سورس اوف بليدنج فساعتها همانج كونزرفاتيف ممكن ويز ايرون ثيرابي سوماتوستاتين او انتي انجيوجينيك ثيرابي. بالتالي ميديكال ثيرابي عندي الايرون ثيرابي قلنا هنستخدمه امتى؟ السوماتوستاتين انالوج زي الاكتوريتايد يوست فور فوكال جي اي تي بليدنج، بيعمل السوماتوستاتين ايه؟ بيعمل انهبيت الانجيوجينيسيس وليسن سبلانكليك فلو وبيفيد عندي في حالات الانجيوكتيزيا. الثاليدوميد هو ده انتي انجيوجينيك انهبيت الانجيوجينيسيس وبالتالي بيستخدم في العيانين اللي فيهم فاسكولار اتيولوجي برضه زي الانجيو ديسبلي. الاندوسكوبك ثيرابي عندي اكوردنج للكوز زي لو عندي انجيو ديسبليزيا ممكن استخدم اركون بوليبيكتومي ممكن برضو نعمله في سمول بوليبس وهي السورس اوف راديولوجيكال. لو انا حددت بليدنج سايت بالسي تي انجيو فساعتها بنعمل ترانس ارتيريال امبولايزيشن. السيرجيكال تريتمنت لو انا عندي كوز اتحدد تيومر زي مثلا الجست فساعتها بنعمل سيرجيكال انترفنشن. لو انا عندي ماسف سمول باول بليدنج ساعتها ممكن السيرجري تفيدني لو يعني افضل ريزلتس هي لو انا محدده كوز فيه. طيب نلخص الكلام ده كده في سكيم او الجوريزم نمشي ازاي في العيانين دول. والله انا جالي عيان سسبكت ان هو يكون فيه سمول باول بليدنج هنقسمه برضو هنعمل اسسمنت للسيفيريتي اذا كان العيان ده هيمودايناميكالي ستيبل ولا هيمودايناميكالي انستيبل. لو العيان هيموديناميكال ستيبل وهو جاست جاي لي بانيميا فقط فساعتها هعمل رول اوت للاذر كوزز اوف انيميا اللي ممكن تيجي اير ديفيشنس انيميا زي السيلياك ديسيز زي لو عندي هيماتولوجيكال باثولوجي جاينيكولوجيكال باثولوجي. لكن لو العيان جاي لي باوفر تبليدنج فساعتها هشفت على الخطوه اللي بعديها على طول اللي هي ريبيت الابر اندوسكوبي واللور اندوسكوبي ويز بوش انتروسكوبي بلس اور ماينس النيو كولونوسكوبي. تمام. يعني كده لو انا عندي عيان هيموديناميكال ستيبل جاي لي بانيميا وانا سسبكت ان هو يكون السمول باول الاول هعمل اكسكلوجن من اذر كوزز بتاعت الانيميا زي السيليك ديسيز الهيماتولوجيكال ديسيز او الجاينيكولوجيكال ديسيز. لا لقيت ان هو ما فيش الديسيز دي فساعتها هعمل سكند لوك ابر اندوسكوبي ويز بوش انتروسكوبي وهعمل النيو كولونوسكوبي. طيب انا عندي لو انا عندي العين جاي لي بليدنج على طول فهشفت على خطوه اللي هي كونسيدر ريبيت ابر اند لوور اندوسكوبي. طيب انا ما لقيتش حاجه تفسر لي بليدنج فساعتها هعمل فيديو كبسول اندوسكوبي.
الفيديو كبسول اندوسكوبي طلع عندي بوزيتيف، فساعتها هعمل اندوسكوبيك انترفينشن بتاعي. طبعا احنا عارفين فيديو كبسول دايجنوزس بس، لكن الانتروسكوبي ديفايس اسيست، انتروسكوبي ده دايجنوستيك وثيرابيوتيك. فبالتالي انا عملت الفيديو كبسول اندوسكوبي، لقيت عندي كوز اوف بليدنج، فساعتها هعمل انترفينشن بتاع الاندوسكوبي. لو الليجن بروكسيمال فساعتها هعمل انتجريت ديفايس اسيست انتروسكوبي، لو مور ديستال فساعتها هعمل ريتروجريد ديفايس اسيست انتروسكوبي. لكن انا لو الفيديو كبسول عندي اندوسكوبي طلع ما طلعليش حاجه، فساعتها الخطوه اللي بعدين ان انا هعمل سي تي انتروجرافي. والله سي تي انتروجرافي حدد لي السورس اوف بليدنج وانا اقدر امنجه اندوسكوبيكي، فساعتها هعمل برضو انتروسكوبي زي ما قلنا. لو هو بروكسيمال ليجن فاعمل انتجريد، لو هو ديستال هعمل ريتروجريد. لا انا عندي سي تي انجيو برضو طلع نيجاتيف وما طلعليش السورس اوف بليدنج، فساعتها هعمل بقى الانتروسكوبي از دايجنوزس. هبدا الاول بالابر ديفايس اسيست اندروسكوبي، هبدا بالابر. بعد كده لو هو ما فسرليش البليدنج فساعتها هعمل لور ديفايس اسيست اندروسكوبي. طيب كل ده طلع نيجاتيف، لو العيان عندي يونج ايج هعمل له ميكلز سكان. لو العيان لا مش يونج ايج، او يعني طلعت عملت الميكلز سكان وطلع نيجاتيف هو عيان يونج ايج، فساعتها هدي ايرن سبلمنتيشن. كونسيدرنج ان العيان ستيبل مفيش كلينيكال سسبيشن عندي مثلا مالجنسي او كده، فساعتها همشي على الامبيريكال تريتمنت اللي هو الاير، وهعمل فولو اب واشوف. والله عندي برضو البيشنت ما تحسنش، ممكن ساعتها اعيد الابروتش ده تاني، ريبيت الاندوسكوبيك والايمجينج ايفالويشن. طيب برضو عيدته ما فيش اي ريزلت عندي طلع لي، فساعتها ممكن اديلي اوكتريوتايد او ثاليدومايد برضو ك امبيريكال تريتمنت، ممكن يفيدني لو في انجي ديسبلازيا مش باينه عندي، ممكن بيقلل السبلانكينج فلو ويحسن لي البليد. طيب انا وانا عيان جالي هيمودايناميكال انا ستيبل، طبعا اول حاجه ريسوسيتيشن، بعد كده هنعمل سي تي انجيوجرافي. والله سي تي انجيوجرافي حدد لي السورس اوف بليدنج طلع في السمول باول، فهنعمل زنتريك انجيوجرام ويز امبولايزيشن، نعمل ترانس ارتيريال امبولايزيشن. العيان طلع عندي ما فيش حاجه في سي تي انجيو، فساعتها هنقل الابروتش بتاع الهيمودايناميكال ستيبل. طبعا افتر ريسوسيتيشن سواء هنعمل ابر اندوسكول واندوسكول سكند لوك وهكذا، نكمل الابروتش زي ما هو. الموضوع معقد شوية بس أتمنى إن أنا أكون بسطته عليكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.